في الأول من أيار مايو من كل عام يحتفل الملايين حول العالم بعيد العمال العالمي، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في تنمية وتطوير المجتمعات ودورهم في عملية التشييد والبناء. حدد يوم الأول من أيار من كل عام عيداً للعمال، تكريماً للضحايا الذين سقطوا برصاص الشرطة الأمريكية والكندية في مدينتي شيكاغو وتورنتو بعد تنفيذ نحو 400 ألف عامل في المدينتين إضراباً في ذلك اليوم من عام 1886 للمطالبة بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات قبل أن تطلق الشرطة النار عليهم وتقتل عدداً منهم وتعتقل قيادات الحركة الاحتجاجية ويحكم على 4 منهم بالإعدام، على خلفية إلقاء قنبلة على التجمع للشرطة خلال الاحتجاجات ما أسفر عن مقتل 7 منهم قبل أن تثبت التحقيقات لاحقاً أن المنفذ هو أحد عناصر الشرطة. وبعد مرور نحو 130 عاماً على الحادثة ورغم تحديد يوم للاحتفال بعيد العمال إلا أن الأخيرين لا يزالون يعانون الاضطهاد وهدم الحقوق على يد أرباب العمل رغم الدعوات والمؤتمرات الدولية العديدة التي تطالب بتحسين ظروف العمل وإعطاء العمال حقوقهم. ولا يزال العمال حتى الوقت الراهن يتظاهرون وينظمون الإضرابات للحصول على حقوقهم حتى في الدول المتقدمة، حيث تشهد فرنسا منذ أشهر مظاهرات حاشدة رفضاً لمشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً والذي يقابل بمعارضة واسعة من شرائح مختلفة من المجتمع الفرنسي.